فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا عمارة سكنية وهي لا تزال عظما ولها عدة سنوات على هذه الحال، فقال لنا البعض ضعوا فيها كهرباء لتنيرها في الليل حتى ينطرد الجن، فهل هذا الفعل صحيح وهل هذا التوجيه صحيح؟ الجن ما يطردهم الكهرباء، يفرحون بالكهرباء، لكن يطردهم ذكر الله عز وجل. ثم أيضا من اللي نزلهم بالعمارة هذه؟ أنت مأجرهم إياها، وش يدريك إن فيها جن؟ هذا من الخوف، ولا ينبغي للإنسان يكون عنده خوف إلى هالحد. نعم.